موسى عليه السلام غير مساكين ولا هيك دليل إلى هيو عزيز نبي موسى مركز أولي بفرعون عليه اللعنة وحكم من أمير هذا العلماء قاركود ما دام الرب من إسرائيل وقوم يسنى يجي مقالة مصر لنا عبو يكا تجيي لنا عن قبطيين تأيا تبني وحكم كقبطيين تأيا اسكالها كيف إسرائيل وقوم يسنى يجي وبضوه كقدل تلابا يكا ربكو وانا هدود أولي جري قبله وانا ودي سنجري وحكم من أمير بالي رابين هذا نظر كميرا ضب رب من إسرائيل لنا عيكا تجيه المقالة كا صوك عالي أو ملكي جيسي الدولة ديسي بابي صحراء دي يا كهنة دي بوي يري ريال أسان أركيها لا يعبر بوي مركز يقول هذا ويل باو بلن دون ريب بن إسرائيل ويل كاسي وحو صبب النقون دونا إنو ملك غاقة وزوليو ولما مددو بلن هي بشيكين وحان أما لين هنا بيقول هذا قياس دي دور كاسنا بدوهم أي أيوة المهس يدون كيمان يعني فرعون أود دي سوء سكوكو بيهي المهس إنو سندون كيمانين سند والبا سلان كستو ريب الإسرائيل وقور لي أسكري بألبام كاللو دي جاي هذا ويل دشان أو قورا عيي هذا قبر عي دشان قبره ويدي سنيا إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إلهي بقران كأنه وشي فرعون أرلد دحلي دعيو كوكو كبري ونفسادي أرلدي dadkii uu ka dhigtay laba qabiil qabtiyintu qabiilkiisiina uu kor buu qaaday reer bani israa'iilna uu guumaysanayay wiilashoodana uu leenayay gabdhahoodana uu deesanayay ilaahay markaas madaxdi reer qabtiyintii waxay raadeen yaa fir'aawn reer bani israa'iil waa noo shaqeeya beeraha ayay noo falaan webiga ayaan kaga talaadnaa dhulka aqallada ay noo dhisaa haddaad maan sanad intii u dhalatay wiilashooda haddaan layno gabdhahooda maxaan ku falaynaa kaliya حيا لا سندا فضل هلا جور علي أوبتك سند هلا دايو سند كي للدين يي أوبتك هارون بارشي عليه السلام نبي هارون سند كي للجور علينا يا بشي موسى عليه السلام شخص كي للدون دون يي إله يوحو في سلي إنو بشو سند كي سند كي للدين يي الباب قالوا تعالي يا موسى هو يدي ولا يا ما بشي وأنا أقول لك أن أنا أقول لك جواسيس أنا أقول لك أن 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 أنا موسى عليه السلام هو يدي وحيد شيء ويل ويد شيء حيد شيء سلام عليك يا عبسط لأنه وحيد شيء سنة كيوبة كلا دون دون يقول إيش يلا جورا عادي تأيي شيء غير ويد فقال كده حدا يكون هاي سنتا هذا نقل بيجي بفريس الله هوي هوي وابر ويا فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين إلى القرآن كأيوه إلى هم وقدر صعود نوش إلي أم موسى عليه السلام وحي إلهامية أي إلهي وحي وضوح الله أمري إن علمه إذا أقل كي قد حديدين تلكو هاي ستو أي ولي الناس كان هلك أي كن نوجسو وأمر أقل كده حديث كو هاي سو ناس كنا كن نوجه الناس وأمر أمر كان دوك هو أتكادو وقلب جا جو فريسة وايو هو ياتها يو بير باتها وكل واحد سلالة ولا دح وريلة يا مجالة ده فألقيه في اليم بدأ يسكت طور بالقولي بدأ كطور أمر كلا ولا أمر كورا هاي سو ناس كان نوجي هذا بقدر عبشتنا بدأ كتور بدأ المرأة لو تبقى ورا صندوق بيسا بيسا بدأ بكتور تالي مركز إلهي لبنا إلهي تبارك وتعالى وقد بي ولا تخافي ولا تحزني هنا نحن هنا عبسن بلغو يري هنا مرغوني لما بشارنا والله بشارة يوحى لغو يري إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين annaka ayaa asaga ku soo celinay doona waliba mursaliinta mid ka mid ah ka dhigayna bay ilaahay yidhi laba amar laba nahyi iyo laba bishaari culimadu yidhaahdeen marka ayada sharxayeen sanduuq bay qabatay way ku riday
way tuurtay. Waa webiga waxay dul dhigtay markaa webigii. Jeyshkii Fircoon ee qasriga Fircoon xagga badda ka ilaalinayay waxay arkaan sanduuq yar oo badda dusheeda dul sabaynaya, biyaha dusheeda. Way soo qaadeen, way fureen, waxay arkeen ilmo yar oo aan ooyeynin oo iska ciyaaraya oo iska dhex fadhiya maaragtana sanduuqa dhexdiisa. Markiiba way farxeen oo waxay yidhaahdeen maanta ayaad innaku liibaanteen oo waxaad ku liibaanteen ilmihii yaraaye boqorku uu raadinayay innankaa maanta gacantiina uu soo galo u geyn doono, innikana darajad baa laynagu siin doonaa. Faltaqatahu aalu fircauna liyakuuna lahum caduwa waxasana bay ilaahay yidhi. Ciidankii Fircoon baa qaatay, way heleen, waxay heleen u qaateen baa layidhi, waxay qaateen cadowgii, cadowgoogii bay qaateen buu ilaahay yidhi. Cadowgii kii u noqonaya dowladdooda dhan baabi'inayay ee murug gelinayay kii bay qaateen buu ilaahay yidhi. Qasrigii Fircoon baa la keenay, Fircoon baa la hordhigay markiiba, wuxuu yidhi waa isagii. Halladilo mar alleh marka Fircoon loo dhiibay baa la ilmi yara Fircoon i dhiibay sidaa markuu Fircoon u qabta baa la yidhi Muuse. Muuse wuxuu u eegaa siday nin weyn buu eegaa Fircoon wajigiisa. Sida waxuu leeyahay oo kale waan isku naalaa waa aniga adiga dawaani meda halkeed gali. Daymashada ilmaha yar uu sida adag uu Fircoon u daymoonayo ayaa Fircoon ka dhawaaji soo sii ka siisay dila guud, markiiba dila guud. imraatu fircoon oo qasriga xaggasana joogtay baa ku tiri laa taqtuluuhu, ha dilina, bay tiri ilmaha yar, casa an yanfacna aw natakhidahu walada qurratu caynin lii walaka laa taqtuluuhu casa an yanfacna. War ilmuu inoo noqono innagaa korsanayno indhaheena ku qaboobi doone, ha dilin ilmaha yar inuu anfacaba laga yaabaay. Markaasu kani ku anfacaya aniga indhihiisi male, adigu qaada u geeli. War waa ilmo sabiya, may sabi maaha guri, soo dhaadhac, soo dhaadhacday. Iyadiibuu u dhiibaa Muuse marka loo dhiibaa Aasiyana sidii ilmo yaroo kale weeyaan, iska ciyaaraya, iska ooyaya hadduu doono. Mar alle markuu yidhi Fircoon bal aniga ii dhiibna ay u tuurtay, yidhahda war baleeg ilmahaadaad ka baqaysaay oo dhabta Fircoon soo galana nebi Muuse saasuu buu eegaa baa layidhi. Waa markay tidhi Aasiya war ilmahan ha dilin, ha ka cabsan, laa eeg waa kana maanaad arkayn lana waxba ka kaa qaadi maayo, waa cunug yar. Waxaa la yidhi waxay u dhigtay bal timir iyo dab, bay tidhi bal labada ku jiran ilmahan sidi inuu yahay kutusina kaala, bay ku tidhi. Teebu qaatay markaa dhamacdii baa ilaahay u geliyay gacanta, afkuu gashaday halkaasoo muqnada ku yeeshay nebi Muuse calayhi salaam. Markaasay timbaleeg ma ilmaha timir iyo dhamac kala saarayn baad ku leedahay aga baqaya, ha bas waa yaadu iska qaada buuri. Qasrigii Fircoon baa durba Muuse lagu hayaa, waxlii wixii la siiyo oo dhan baad iyo biyo uu iska diidaa. Xataa waxaa la iclaamiyey islaan alii islaantii naasiheega ay irmaan yihiin caana ay kasoo baxayaan u yeedha baa lagu yidhi. Islaanta uu ilmahaasi caanaheega uu naas ka nuugo, naaskeeda canab ka nuugo, mushqaayad baa la siin. Dumarkii baa magaalada buuxamoogta uga tooga laga wada gowracay, oo caanuhu way wadaayaan. Ilaahay wakiilaha, waxaramnaa calayhi almaraadica min qabl, islaam kastoo loo dhiibo Muuse calayhi salaam ilaahay baa u diida naaskeega inuu caana ka nuugo. May un buudhaada, may tug kastoo loo dhiiba un buudhaada. Amarka ayaa iskan amarkaas waa amarka adduunka, amarka ilaahay ba markaasun mise mar walba, mar walba xag saacad baan wada hadlayna amarka ilaahay baa socda caalamka. Amarka ilaahay waa nidaamka ilaahay ee qaybiga, nidaamka ilaahay ee qaybiga. Isha bini aadamku ma qabato sida ay ruuxda bini aadamka jirkiisa ku jirta isha lagu arki karay. Safkii bay soo gashay hooyadii, inantii musalla dhalatay baa ku tiri Muuse aan arkayna mari hooyo, soo gashay safkii bay ku jirtaa hooyadii. Mar alle markuu Muuse hooyadii arkay buu sidaa u farxay, xad waa loo dhiibay iyadii. Markaasuu caana naaskeegii buu markiiba qabto, halkaabuu caana ka keenay. Markaasaa la yidhi islaantana caana macaan, wallahi tana caana macaan. Haye saddex arrimood baa loo ogolaadaa la yidhi,
لعاجن لغو سيو قصر إذا بقر كحل اللي حل لغا دوانتين سوق اللي كرتو حدا الربطان إني قرقا يتي لتكتو عيدا إلى لينا الله سيو وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين مشيئة إلهي بأس الرئيس مشيئة إلهي دونس كلمة وجرت العالم قال أصلا تري دولة بوحا تري ما أمر إلهي بأس على دوك أمر الله وقالت أقل كي قبل تكتي هل قاس النبي موسى كسو حيس إلا وعانا هديني إلا وهديت لعنت عن بلا بأي لأن قصر يبو كسو نقل صد الصنو نبي موسى قصر قفر عقود نحن الله وأركا رهيب من إسرائيل سيدا لو قميسان يوكم رولا كي أشلي تولى فرعون إسيقى درادي وتدباتا كون أي ويلو قورعي أيو أقل كيسا كون أحكورن يا فرعون كي أشلي تولى فرعون عيدا كدن أمني وشاقا قليو لعقاها كسي إلا صوقا تولى قورعو أيا إسيقى نبي موسى إلا لنا يولا سعود مركو مغالبا دحمر أي أو أقل كيسا فرعون مركا وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم دابة أرمد كركيك دقاق إسامة جرتو هذي جرتنا با إلى هين يا هاي أنا كفود هين يا فود هين مركادات وحبين الزمن كافل يا بين زمن مجرو زمن كان دنوا إلهي أمر كي سوي محس على العالم دون استيلح يحيي من يشاء يميت من يشاء يعز من يشاء يذل من يشاء موسى عليه السلام نبي قاس إلهي مركض أن النبي إنه رسول كذبه إن إرادة إلهي مسعود عالمك 30 سنة مركض قصر فرعون وكل نحن ولا فوحوا كلنا ولا نبل إنه لش التعايشين تلين حياة المتعايشين تقال الله بقرار كنا حكوري وحلقوا يقانا بدات شلشلس قرقروح بدن عد عد لباتة دا أن كريمين كلي لما أتكيستان قبو وما أتكيستان لوق وما أتكيستان إلهي مركا وحود دمع نبي موسى للرسول لقد يجي مايو إلا هرت مجاهدة لقليمه يعني مجاهدة تربية إلا ترورت ولا تربية دينا يعني جركي سالة لسا يا مركا ورئيسا لأن الله أننا إسلينا سواكي بكالا قبو نك يقف دي قواكي فاري فير كيسي بكبت فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين دنوا كين رب من قبطية فجري أو ونكسناب نبي موسى ويمدون نحو حكيري يا موسى إن الملا لا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك لمن الناصحين رجي فرعون يجيش كيسي ويكون مكريا إن يكون دلان وانا لغو غادينا تاين ريب بني اسرائيل واسقرنا يا وانا لغاشي كسنا ان بدن انا واقول نستحينا دلك كبح مكيري حقا يمركا مدين بو نبي موسى وبح مدين فرعون قبشت يسوق بحسن يا لكن ارادة الهي لا صوت ارادة الهي وامحي الهي وحر وحر دمع سيه موسى وصوت ربي ذيه لأن إسحاق الرسول النبي وأرض مصر كسر عيشه تربية وعجيب قصة دواد مقاشين علماء اليوم بدل ما تكلم مقاشين وتكلم درسنتين طبعا سنة النبي موسى وكي عليه شعيب وسوجر عليه السلام تزنم طبعا سنة دواد صدق كي عليه طبعا كأو جواي مسا أفرت سنة مركو النبي موسى وأجري أي إلهي كان يجنب الرسول آيان الله سوسي وشيسي قعنتيسي كلم الله هذا الكلام فتوصل مغلع فرعون هكذا قد قبل قد يسعى أنك أمرك فرعون أمرك وقصد أمرك يسعى مصر تعالم موسى عليه السلام دولة دي فرعون أفرت بقول أسنة جرتيبا ليلي وعقوبة بيه ودعوة بقوبة بيه عقوبة بيه الدعوة إلى الله وحكى لما قال النبي موسى